هذا وقد قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن بلادها تود أن تبدأ حوارا جديا مع لندن بشأن أزمة تسميم عميل الاستخبارات الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته. وأضافت المتحدثة أن موسكو مستعدة لبحث أي أدلة بشأن تسميم العميل الروسي، داعية لندن إلى تزويدها بكل المعلومات عن قضية التسميم. زاخاروفا وصفت التدابير البريطانية بغير الودية، وقالت أن الخارجية الروسية في طور تحضير إجراءات مضادة ستتخذها في القريب العاجل. من الواضح أن الحقيقة خفية، إنها تخفى بكل بساطة. لا أحد يعطي أي معلومات عن الحادث، ونحن لا نعرف حتى الآن أي ظروف تتعلق به.